صباحكم كل خير مشاهدينا الكرام، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم الصباح اليومي، برنامج في الضحى. هذا البرنامج اللي ياتيكم يوميا من الساعه 11 وحتى الساعه 12، ساعه ونصف على الهواء ان شاء الله، في جوله مميزه على ابرز الاحداث والفعاليات والامور اللي تصير في دولتنا الحبيبه قطر. وحلقه نهايه الاسبوع، وان شاء الله تكون نهايه اسبوع جميله وممتعه عليكم جميع. لكن قبل البدايه احب اني ارحب واصبح بزميلتي اللي بترافقني في هذه الحلقه، زميلتي حنين. صباح الخير. صباح النور والسرور اخوي ابراهيم، وصباح الساده المشاهدين وما كانوا قاعد يتابعونا في يوم جديد وحلقه جديده. دائما نوجه رسائل لانفسنا ولكم، تصرفاتنا وافكارنا هي عباره عن عاده نعتاد عليها بشكل تلقائي، وقد تبدي هذه العاده منذ الصغر وتكبر معانا. لذلك دائما ينصح بحسن تربيه الصغار وغرس القيم الأصيلة فيهم وتعليمهم العادات الصحيحة وطريقة التفكير الإيجابية، لأنهم إن اعتادوا على ذلك راح يحملون هذه العادة معهم طول العمر، وتنعكس طبعا على تصرفاتهم مع الآخرين، وقد يورثونها لأبنائهم. إذن هل تساءلنا يوما عن طبيعة تصرفاتنا وأفكارنا؟ شلون تكونت؟ هل فكرنا يوما في عاداتنا اليومية، على سبيل المثال شرب القهوة الصباحية؟ كيف اعتدنا على ذلك؟ من وين بدأت هذه العادة؟ ومن هذه السلوكيات العامة إلى طريقة التفكير والتحكم في الانفعالات، فهي كذلك عبارة عن عادة نكتسبها مع الأيام. فمثلا أن يكون الشخص عصبيا كثير الغضب، هو بالتأكيد لم يولد عصبي، ولكن مع الأيام عود نفسه على الانفعال السريع والغضب، ولولا أنه وجد من يهدئ من نفسه ويعوده على الهدوء لكان هادئا. مثال آخر حول القلق، لماذا نشعر بالقلق والبعض منا يصل لحالة قد تكون مرضية من شدته؟ فكرة أخرى حول طبعا الشكوى، نجد أنه يمكن البعض دائما الشكوى، بمجرد أنه يقابلك يبدأ في الشكوى حول مرضه أو حول أبنائه أو حول وضعه الاجتماعي أو حول وضعه الوظيفي وغيره، الكثير من العادات السيئة المنتشرة. على سبيل المثال مثلا ملاحقة الغير، حسدهم على حياتهم، عدم التأمل في حياته والاستفادة من الخيرات اللي ينعم فيها، وعدم للأسف في بعض الأشخاص حب الخير للغير. للأسف هذا طبعا ما يشحن النفوس تجاه الآخرين، يجعل الشخص سلبيا غير قانع بما أعطاه الله تعالى من نعم واستغلال خيراته بشكل مرضي. نقدر نقول في الحياة يجب أن نعتاد على أفكارنا مبادئنا كما نعتاد على سلوكياتنا، فنحن قد نحب أحدهم بعد الاعتياد عليه. بإمكان طبعا الاعتياد على السعادة إن برمجنا أنفسنا عليها، كما نستطيع طبعا الاعتياد على الرضا والقناعة إن تأملنا كل ما لدينا وعرفنا شلون نستمتع فيه حتى لو كان قليل. فالبعض يمتلكون ثروات طائلة لكنهم ليسوا سعداء، والعكس صحيح. التفكير الإيجابي عبارة عن عادة كلما استخدمناها تعودنا عليها. الهدوء والتحكم في الغضب والانفعالات عادة، كلما سيطرنا على هذا الشعور، كلما استطعنا التخلص منه وغيرنا من أنفسنا، يمكن أن يحدث ذلك بسهولة طبعا مع القليل من التمرين، إلى أن يصبح عادة ستقوم بها تلقائيا. فدائما نقدر نقول عود نفسك، دائما ازرع الإيجابية والسعادة، لأن كل ما تقنع نفسك بشيء تأكد أنه هو إن شاء الله اللي راح يصير. فدائما أقنع نفسك بالسعادة بالإيجابية. أكيد اليوم واحد يعود نفسه على الأمور الإيجابية، يعود نفسه على السعادة، يعود نفسه على الأمور اللي ممكن يتحسن من حياته وتضعه في طريق أفضل من اللي هو فيه، لأن الواحد دائما يحاول يكون إيجابي، دائما يكون متفائل ويتوكل على سبحانه وتعالى، وكل الامور ان شاء الله بتتيسر له باذن الله. موضوع جدا مميز اليوم احنا قاعدين نقدمه للساده المشاهدين، بحيث انه يغيرون طريقه تفكيرهم لهذه الحياه، والحياه جدا بسيطه، لكن الواحد يحاول قد ما يقدر انه هو يكون ايجابي في هذه الحياه ومتفائل دائما. مو بس كذي، في بعض الاشخاص يقول لك لا والله تو صغير ما راح نعلمه، خليه بيتعلم لين ما يكبر. لا، منذ الصغر، يعني في كثير من اولياء الامور يمكن يقول لك حرام خله للحين ما يصير، ما راح يتعلم. لا، الطفل بيقلد الأم والأب واللي حوله، قاعد تتكون شخصيته في مراحل صغيرة جدا، فما في عمر معين. لا، منذ الصغر ازرع هذه الإيجابيات، ازرع هذه السلوكيات في أطفالك. وعلى طاري الزرع، أنا كنت قريت مقولة من فترة يقول لك أبنائك زرعك الذي سوف تحصده مستقبلا، فأحسن زرعك تحصد خيرا. اليوم جدا مهم ما نزرع في أبنائنا منهم صغار، بحيث أنهم ينشؤون على النشأة السليمة
والشيء السليم دائما في حياتهم وطوال عمرهم بإذن الله. نعم، إذا مشاهدينا هذا الموضوع السريع الخفيف بلشنا معاكم فيه، وأكيد عندنا فقرات عديدة وكثيرة متنوعة إن شاء الله في برنامج شوي الضحى، منها الفقرات الثابتة اللي أنتم تعودتوا عليها اللي إحنا ناخذهم دائما في جولة عبر صحفنا المحلية، حريصين كل الحرص إن إحنا نسلط الضوء على أبرز الإنجازات والأحداث اللي نشهدها في دولة قطر. أكيد، واليوم أول خبر لدينا من صحيفة لوسيل، متاحف قطر تواصل تقديم عدد من المعارض الفنية خلال الصيف. تواصل متاحف قطر تقديم عدد من المعارض الفنية التي تظهر الثقافة المحلية وجوانب من الثقافة العالمية في عدد من متاحفها لتتاح أمام الجمهور خلال فترة الإجازة الصيفية. ودعت متاحف قطر اليوم مع اقتراب اختتام العديد من المعارض هذا الصيف الجمهور إلى التعمق في تراث قطر وثقافتها الثريين وتجربة العروض الحالية المتاحة. وتشمل المعارض التي تقدمها متاحف قطر حاليا معرض الفنان البنمي إدواردو نافارو الأرواح الحرة للخيول البرية، والذي يستمر حتى 10 يوليو الجاري في صالة الأرض 4 مطافئ، ويقام بالتعاون مع سفارة بنما في دولة قطر، إلى جانب معرض الفنانة السويسرية المعروفة عالميا ببيلوتي رست عقلي كما تراه وعقلك كما أراه، ويقام في صالة شركة هندسة العمارة القطرية في متحف قطر الوطني حتى 15 يوليو الجاري، وهو عمل مرئي تركيبي يقام لأول مرة للفنانة في منطقة الشرق الأوسط. طبعا من متاحف قطر ونقدر نقول احنا نشوف الحين الفنانين، يعني سابقا كان الواحد يروح ويتعنى علشان يشوف هذه الاسماء وهاي الفنانين، الحين كلهم موجودين فما في عذر، تستطيعون انكم تستمتعون بالفن والابداع حتى في شوارع قطر. قاعد نشوف الاعمال صحيح. الفنيه اللي موجوده والمجسمات اللي موجوده كلها على الشوارع، فتستطيعون تستمتعون بالاعمال الموجوده سواء في المتاحف او حتى في زوايا قطر. ومن هذا الخبر خلونا ننتقل الى خبر اخر، تمرين الكشف عن المواد المشعه بالمنافذ الحدوديه. نظمت إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغيير المناخي تمريناً عملياً وسيناريو للكشف عن المواد المشعة بالمنافذ الحدودية للدولة، وذلك بهدف ضمان واستعداد الكوادر المختصة بجميع الجهات ذات العلاقة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية. حضر التمرين السيد عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغيير المناخي وعدد من مسؤولي الجهات المعنية بمنفذ ميناء حمد. وفي هذا السياق طبعا أشار المهندس عبد الرحمن العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغيير المناخي إلى أن التمرين حقق المعايير الدولية لوكالة الطاقة الذرية، وأكد جاهزية واستعداد وزارة البيئة وتغيير المناخ ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والجهات الوطنية الأخرى للتعامل مع مثل تلك الحالات. اليوم الجهود اللي يقدمونها كل الوزارات وكل المؤسسات جهود جبارة، واليوم حتى ما يتم تقديمه لرفع مستوى الجودة في كل مكان شيء صراحة نفخر فيه ويكون مفخرة للجميع. من هذا الخبر ننتقل معاكم مشاهدينا الكرام إلى خبرنا الثالث من صحيفة الراية، إجراء 50 زراعة كلى بحمد الطبية العام الجاري. أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن إجراءها 41 عملية زراعة كلى في عام 2022 بمعدل نجاح 100%، بينها 25 عملية زراعة كلى من متبرعين أحياء و16 عملية زراعة كلى من متبرعين متوفين. وكشف الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام ومدير مركز قطر لزراعة الأعضاء في تصريح أمس أن مؤسسة حمد الطبية تستهدف إجراء 50 عملية زراعة كلى خلال العام الحالي، أي بمعدل عملية كل أسبوع، مشيراً إلى أن المؤسسة أجرت 24 عملية زراعة كلى حتى الآن خلال العام الحالي، وكلها عمليات ناجحة دون أي مضاعفات، من بينها 15 عملية من متبرعين أحياء بينهم 6 متبرعين قطريين، كما أجرت 9 عمليات زراعة كلى من متبرعين متوفين بينهم 3 متبرعين قطريين. نعم، ومن هذا الخبر خلونا ننتقل إلى جريدة الشرق وفعاليات متنوعة بمحمية الدوسري. احتفلت محمية الدوسري بمهرجان العيد بحضور عدد كبير من الزوار من مختلف الجاليات السودانية التي أقامت يوما أسريا لأبناء رابطة نهر النيل في قطر، والجالية النيبالية والهندية والباكستانية والسريلانكية بحضور بعض الدبلوماسيين. وشملت الفعاليات ركوب الحيوانات الخيل والجمل والبوني والمسابقات الترفيهية والطبخ والشوي للجمهور ومشاهدة أقسام المتحف التراثي ومعرض المحنطات وقاعة الإنجازات ومنطقة السفاري ومشاهدة حديقة الحيوانات بما فيها من الغزلان والوعول والماهى العربي. كما أقام محمد الدوسري مأدبة للضيوف بمناسبة
العيد، يعني المحميات اللي موجودة عندنا، الأماكن اللي موجودة عندنا. إحنا دائماً في كل الأحداث وفي كل المناسبات اللي قاعد نشوفها هناك اهتمام من قبل الأشخاص المعنيين بأنه يكون الحدث والفعالية مميزة لكل الجاليات. صحيح، اليوم محمية الدوسري بالتحديد محمية مميزة، كنا تعودنا عليها من إحنا صغار، وإلى اليوم ما شاء الله تقدم الكثير والكثير للمجتمع وللمواطنين والمقيمين كذلك ولجميع الجاليات. من هذا الخبر ننتقل إلى خبرنا الأخير من صحيفة الوطن. وايز يعقد مؤتمرا دوليا لتعزيز التعاون بين القيادات التربوية في أمريكا اللاتينية. عقد مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز إحدى المبادرات العالمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في مدينة ميديلين الكولومبية، مؤتمرا حول تعزيز النظم التعليمية وتوثيق أواصر التعاون بين الهيئات التعليمية المختلفة في أمريكا اللاتينية بالتعاون مع المنتدى العالمي للتعليم، وهو مبادرة من جامعة كاميلو خوسيه شيلا ومجموعة سيك التعليمية في مدريد. وذكرت مؤسسة قطر أن المؤتمر الذي يعد من أكبر الفعاليات المتخصصة بشؤون التعليم في أمريكا اللاتينية سلط الضوء على واقع التعليم في أمريكا اللاتينية بشكل عام وكولومبيا بشكل خاص، حيث تضمن أكثر من 20 حلقة نقاشية شارك فيها نحو 100 متحدث وأكثر من 800 خبير في مجال التعليم من مختلف أنحاء العالم، منهم معلمون وخبراء وقادة فكر. اليوم نشوف في كل مكان حول العالم قطر تضع بصمة في نشر ثقافة التعليم أيضا، واليوم الكادر البشري شيء جدا مهم سواء داخل دولة قطر أو حتى خارجها. نعم، بصمة قطر موجودة في كافة المجالات ولله الحمد، ونحن فخورين فيها كعرب وكقطريين تحديدا. طبعا احنا من بداية حلقتنا قاعد نتحدث عن أبرز الإنجازات والنشاطات والفعاليات والمتاحف طبعا أماكن عديدة وكثيرة للسياحة والاستمتاع. بالأمس احنا كنا قاعد نتحدث ونشجع على السفر وفوائد السفر، ولكن هناك فوائد كذلك مهمة جدا لما يكون البلد عنده خيرات كثيرة وعنده أماكن كثيرة الواحد يقدر أنه يستمتع فيها من النشاطات والفعاليات، كتارة، سوق واقف، أماكن جديدة، لوسيل، إحنا قاعد نشهدها بشكل مستمر. طبعاً زميلنا محمد الحمادي أخذ مجموعة من الآراء وصور لنا مجموعة من الأحداث والزوايا المهمة والجميلة في سوق واقف، فخلونا نشوف ونرجع نكمل معاكم حلقتنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعا، احنا موجودين في سوق واقف احد اشهر المعالم عندنا في قطر ومقصد سياحي لاخواننا من دول ايضا مجلس تعاون، اخواننا من دول العالم العربي او غيره. ليش اختاروا اليوم هذا السوق بانهم يتواجدون فيه؟ انهم يكونون حاضرين ايضا، نبي نعرف شلون يعيشون اجواء الصيف، وليش اختاروا قطر بالتحديد كدوله سياحيه يتواجدون فيها. دائما نشوفك في سوق واقف، ما نعرف يعني شنو تسوي. والله انا عارف لازم سوق واقف، حبايبي واخواني لازم ان شاء الله. يعني دائما نشوفك في السوق، نبي نعرف ايش قاعد تسوي فيه. قاعد اتقهوى واشرب شاي. ليش؟ اصلي. الله، ليش كل ايه كنت تصلي العصر من شوي؟ ايوه، سوق واقف لازم حبايبي واخواني ورابعي كل موجودين. تعرفهم من ايه؟ المؤسسين السوق. ايوه ابوي. وين تقعدون؟ انا في القهوه. قهوة النعمة. ايوه حبيبي، يلا معك قهوة على النعمة. اي الله حياك الله. ليش سوق واقف؟ هذا هو السؤال. الناس ما شاء الله بازدياد، وناس من دول مجلس التعاون، دول كثيرة بشرفتنا. حقيقة دائما الواحد يحرص على الأماكن الأثرية والمواقع اللي يحس انها تخرج من الستايل الحياة الجديد. فاليوم احنا نبحث عن الحياة البسيطة، نبحث عن الحياة الهادئة، الأماكن الشعبية، المطاعم القديمة، حياة قطر قديما في الزمن القديم. فاليوم احنا نبحث عن الأشياء هذه. اليوم الحياة رقم كم هذه؟ هذه زيارة ثالثة. ما شاء الله، السوق ولا القطر؟ لا، السوق والقطر بشكل عام. معناته كل زيارة فيها سوق. لازم. من الأماكن اللي ناس تسعى أنها هي تكون موجودة فيها كباب الطيب. من زمان هذا المكان، بتشوفون المكان في بساطته لكن الناس حبته، يعني ما غير هوية المكان، حتى محافظ على القعدات الخارجية، الخبز من التنور، أول ما تقعدون تعطيكم الجرجير وكل شيء موجود. عام 1937 كباب الطيب، الناس قاعد تيله بشكل يومي وزحمة ما شاء الله عندكم. اي الحمد لله، ما زحمة ولا وايد عندنا ما شاء الله. والله والله زين. وانا من دول الخليج يشرفونكم بعد. نعم
مدرب خليج جنوب بعد يشرفونا. نعم. شنو تقدمون حق الناس؟ الناس تعرف لكم بس حق اللي ما يعرف. اللي ما يعرف نقدم كباب، كباب واشياء هذه. والخبز من التنور بعد يجيك؟ تنور حار، خبز حار من التنور. نعم. كباب طيب اكيد طيب بعد. صح؟ اي والله. انت كم سنه تشتغل هنا في المحل؟ انا يمكن بعد 30 سنه احنا. تنسي الكباب انا اسوي واشغل الاشياء. يعني تراقب الموضوع كامل؟ تراقب الموضوع كامل. نعم صح. وزحمة عندكم؟ إيه وايد زحمة في الليل. الحين فترة الصيف؟ الحين صيف بعد زحمة في الليلكم. بيكون في الليل أكثر في الليل زحمة. من تجيكم من دول الخليج؟ من دول الخليج يجونا بعد. من البحرين، من الكويت، من السعودية أكثر شيء، الأمارات أكثر يجون وايد. أكثر أكثر دولة ياتكم الفترة الأخيرة؟ دولة الأخيرة سعودية. إيه صح؟ إيه. والله مشرفين بوجودهم. نعم صح. السلام عليكم، شلونك؟ خير. ايش قاعد تسوي؟ اكل كريم. عاد العبوسك ويعطيك الايس كريم ولا ما العبوسك؟ ليش واقف بعد؟ تبي واحد ثاني؟ ها؟ تبي واحد ثاني؟ لا. تعال تعال تعال. الله انت كليت الايس كريم بضمير عاد. شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ محمد. محمد، الله عشت الاسامي. محمد حلو الايس كريم؟ ولا وايد حلو؟ وايد حلو. وايد حلو، يلا خاصك له. العبوس هناك صح؟ لا ما يقولون ايه. زين شكرا. بالعفو. خاصه كل الايس كريم. عودة لكم مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا هذه الجولة المميزة مع الزميل محمد الحمادي. اليوم أطلعنا على أكثر من زاوية من زوايا سوق واقف المميز جدا بكل ما يحمله. نحن اكتشفنا حتى بالتحديد كباب الطيب، وأي واحد يفكر أن يأكل كباب ولا يخص عارف مكانه كباب الطيب بيروح لسوق واقف. فجولة مميزة صراحة أخذنا فيها حتى في كل شيء مع الأطفال مع الكبار في العمر موجودين هناك. فنشكره طبعا على هذه الجولة المميزة. من هذا الموضوع ننتقل إلى موضوع آخر وصيحة العصر هذه الأيام، وهو الذكاء الاصطناعي. فنسمع اليوم كثيرا عن مصطلح الذكاء الاصطناعي، وأغلبنا يربطه بأفلام الخيال العلمي، لكن في الحقيقة الذكاء الاصطناعي ليس مقتصرا على الخيال العلمي، بل أصبح اليوم يمثل واقع، إذ أنه يدخل في عديد من التطبيقات التي نستخدمها كل يوم دون أن نشعر، كتطبيقات التعرف على الخط المكتوب باليد، أو حتى تطبيق سيريا الموجود في أجهزة الآيفون. نتعرف مشاهدينا الكرام على الذكاء الاصطناعي واهم استخداماته ومخاطره مع ضيفنا الكريم الاستاذ اسامه العسيري خبير تقني. يا هلا ومرحبا فيك. اهلا ابراهيم، شكرا. استاذ اسامه حياك الله معنا وسعيدين بوجودك. يعني يمكن الذكاء الاصطناعي الحين مسيطر على العالم ويمكن يسيطر اكثر، في تساؤلات عديده وكثيره ان شاء الله راح نطرحها اليوم في حلقتنا لهذا اليوم. ولكن بدايه لو نتحدث عن انواع الذكاء الاصطناعي واللي هو عباره عن نوعين. اوكي. وتفاصيل. اوكي. احنا نقدر نعتبر الذكاء الاصطناعي نوعين. نعم. بشكل عام في النوع الضيق او البسيط اللي هو محدد في محور معين. نعم. يعني مثلا اذا عندنا مثلا النظام الملاحي في السياره، هو هدفه الوحيد عنده خرائط مسجله فيه يوصل شخص من مكان لمكان او ما يبعد عن الاشياء هذه. نعم. الانواع اللي حاليا انتشرت اكثر اللي هي انه يكون يدخل على اشياء ثانيه، يدخل معلومات مختلفه، يجمع معلومات، يكتب كلام، يسمع كلام، يفهم كلام، فهذا الشيء يتواصل مع الشخص. نعم. من ضمن التخوفات الكثيرة أستاذ أسامة، يعني نشوف عادة بالخيال العلمي بالأفلام اللي احنا نشوفها بشكل مستمر، هل احتمالية إنه يجي يوم الذكاء الصناعي يسيطر على البشرية؟ الاحتمالات كلها موجودة. خلينا نتذكر الذكاء الاصطناعي هو المكان كان في الخيال العلمي حاليا وحاليا موجود. أشياء ثانية كانت في الخيال العلمي، الجوال كان في الخيال العلمي، ما كان حد عنده جوال بس في الخيال العلمي كان موجود. السماعة اللي في الأذن اللي تشتغل بدون أي أسلاك وأي شيء كان في أفلام الخيال العلمي. الشاشة المسطحة كانت في الخيال العلمي، كانت شاشات كبيرة كلها، لكن شوف في الخيال العلمي كانت شاشات مسطحة. فكل أشياء حاليا واقع. فنتوقع أن الخيال العلمي، خيال علمي ممكن يصير واقع، لكن في طرق عشان الدول والأشخاص يتحكموا أكثر. طب ما هي الطرق اللي واحد يستطيع أن يتحكم فيها وما تقتحم هذه التكنولوجيا يكون اقتحام إيجابي أكثر ما يكون هو سلبي؟ لازم نستعملها بطريقة إيجابية أكثر، ولازم نتحكم في المعلومات نعطيها للذكاء الاصطناعي. يعني ما نعطي كل الدخول على كل معلوماتنا.
صحيح. نحدد له، ما نحدد له تفاصيل سرية، ما نحدد له تفاصيل للشغل وكذا، ممكن نكتب شيء عام أكثر. بس هاي صعب أستاذ أسامة، يعني أبسط شيء الحين على السناب شات. نعم. في الذكاء الاصطناعي، في الاطلاع على الألبوم، على الصور، على المعلومات، على البيانات، يعني أغلبيتنا ينجبر أنه يحط البيانات الحقيقية له من ناحية الاسم، العمر، أحياناً أنت تضطر إلى شراء، تحط رقم البطاقة، تحط التفاصيل هذه كلها. ففي بعض التطبيقات صعب أن أنت يمكن ما تحط المعلومات الدقيقة أو الحقيقية. أوكي، هو اختيار شخصي للمستخدم، ممكن المستخدم يقرر ما بيستعمل التطبيق الفلاني، يوقف استعماله لأنه خايف منه، وممكن أنه هو يحط معلومات وهمية حق بعض الأشياء، ممكن هذا الشخص يكون عنده أكثر من حساب مختلفين لأشياء مختلفة. ممتاز. اليوم نشوف الذكاء الاصطناعي موجود في جوانب كثيرة من حياتنا اليومية. كنا بنعرف سادة المشاهدين عن أهم الأمور اللي يتواجد فيها الذكاء الاصطناعي في حياتنا وأهم الفوائد من استخدامه. الذكاء الاصطناعي موجود في أشياء كثيرة، يعني موجود في الجوال في أشياء كثيرة. مثلاً أنا إذا حبيت وأنا جاي من أي مكان لمكان في السيارة وما في حد معي، أمسك السماعة في إذني وأكلم سيري. سيري عندي بالإنجليزي البريطاني صوت رجل، ممكن تختار أي شيء. فأكلم سيري أقول محتاج مذكرة جديدة، يفتحها. وقت يفتح مذكرة جديدة أضغط زر الميكروفون وأتكلم لمدة ربع ساعة، نص ساعة. فالشيء اللي أنا أقوله ينكتب كتابة في الملاحظة هذه، فهي سهل الموضوع. الذكاء الاصطناعي يستخدمونه حتى طلاب المدارس وطلاب الجامعات حق كل أبحاثهم حالياً. أنا أضمن حالياً في هالسنة يمكن 70-80-90% من الأبحاث اللي يسوونها الطلاب خاصة بالإنجليزي راح تكون عن طريق الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي موجود عندنا في بعض الأنظمة اللي تقترح علينا أشياء، مثلاً برامج مثل يوتيوب، مثل نتفليكس، مثل غيرها، في اقتراحات لأشياء يتوقعون نحن راح تعجبنا. يعني تنظيم الاقتراحات هذه وأنه يرسل للشخص شيء ممكن يعجبه، هاي جزء من الذكاء الاصطناعي بعد. إيجابيات عديدة وكثيرة أمانة للذكاء الاصطناعي صرنا نشوفها في وقتنا الحالي، من خلال في التنظيف، في يعني إحنا التنظيف أهم شيء عندنا، يعني قاعدين نشوف إحنا أجهزة كثيرة أمانة في المطارات، في الأماكن الكبيرة، تسهيلات كثيرة في البيوت كذلك، من خلال في المطاعم اللي قاعدين نشوفهم. فأمانة صارت الذكاء الاصطناعي شيء مهم وشيء رئيسي موجود في حياتنا، له إيجابيات عديدة وكثيرة، نحاول كثر ما نقدر نتفادى السلبيات، وهناك طرق وآليات معينة. هناك دائما نشوف مع التكنولوجيا، هناك مثلا الهاكر، هناك دودة الحاسوب، هناك الفيروسات، هناك الذكاء الاصطناعي، أيهما أخطر باعتقادك؟ هم يشتغلون مع بعض. نعم. لأن حاليا عندنا الطرق القديمة حق الاختراق أو الطرق القديمة عشان الدخول على معلومات شخصية أو سرية، صاروا الناس يستخدمون الذكاء الاصطناعي عشان يطورونها أكثر. نعم. يعني مثلا في رسائل بريد إلكتروني مزعجة، كان قبل لستة ثابتة، كل نفس الرسالة ترسل للكل، لكن حاليا مع الذكاء الاصطناعي ممكن كل شخص يرسل له رسالة مخصصة له بتفاصيل يعني مهمة له شخصيا مختلفة عن الباقي، فصعب يكون اكتشافها. ممتاز. اليوم نبي نوجه نصيحة لسادة المشاهدين عشان هم يحمون خصوصياتهم بياناتهم من الانتشار وأيضا من الذكاء الاصطناعي، واليوم الأحداث اللي قاعدة تمر علينا ونشوف بعض الناس مع الوقت أنه والله في معلومات تم تسريبها، في معلومات تم تسريبها، اليوم ممكن يكون خطأ من الشخص أنه شارك معلوماته بطريقة خاطئة، فنصيحة ودنا نوجهها لسادة المشاهدين اليوم. النصيحة الأولى أن احنا ما نشارك معلومات أكثر من الشيء اللي ما عندنا مشكلة أنه ينتشر. يعني مثلا اي صوره موجوده على الجوال انت تخيل ممكن تنتشر، اي كلام نكتبه في اي مكان انت تخيل ممكن ينتشر، لكن ننتبه هنا ما ننشر اي شيء ممكن يكون فيه اي سريه. وفي نفس الوقت لازم ننتبه ان كل اشياءنا، طريقه ارسالنا، طريقه استعمالنا، استعمال التكنولوجيا مثلا من نوعيه ان نستعمل التحقق بطريقتين، يرسل المسج وقت ندخل على حسابنا عشان ما يتسرب الحساب. نعم استاذ أسامة العسيري خبير تقني، يعطيك العافيه، شكرا للمعلومات اللي قدمتها لنا لهذا اليوم. الذكاء الاصطناعي شيء مهم وشيء رئيسي، ولازم الواحد يواكب التكنولوجيا لتسهيل امور كثيره في وقتنا الحالي وفي حياتنا. شكرا لك، يعطيك العافيه. شكرا لك استاذ أسامة، يعطيك الصحه والعافيه على هذه المعلومات القيمه اللي قدمتها صراحه.
موضوع جدا مهم مشاهدينا الكرام، يتكلم عن الذكاء الاصطناعي وما يمكن ان نستفيد منه في خلال حياتنا اليوميه. اهم شيء الواحد يعرف يشارك معلوماته في شنو ومع من. نعم، الواحد لازم يكون حريص كذا الحرص على الاهتمام بالبيانات، لان احنا في زمن شفنا الهاكر، شفنا قضايا كثيره وامور كثيره صارت، ولكن الواحد مع الذكاء الاصطناعي لازم يكون عنده ذكاء بشري. اذا مشاهدينا، هذه اول فقره من الفقرات اللي استمتعنا واستمتعتوا ان شاء الله فيها، واكيد عندنا الكثير من التغطيات والاحداث والفعاليات اللي لازم ان احنا نسلط الضوء عليها. ديزني، مين ما يحب ديزني؟ الكبار والصغار. فخلينا نشوف ديزني من خلال في الضحى. عندنا عرض ديزني على الجليد، هو واحد من العروض المهمة. راح يكون معنا العرض اللي هو الممتع للأطفال والعائلات، راح يستمتعون فيه. واحد من العروض المهمة في مهرجان الصيف هالسنة، وإن شاء الله من واحد من العروض في اطلاع على مجموعة رائعة من العروض الأخرى في رزمة فعاليات قطر إن شاء الله. واحد من أهم الأمور اللي يعني إحنا نحاول إن إحنا نستقطبها، إن إحنا نروج للفعاليات ونجذب الفعاليات العالمية لقطر، إن إحنا عشان يكون عندنا السائح المحلي والسائح العالمي، إن لما يجون يكون في عندنا رزنامة كبيرة من الفعاليات، إن يكون فيها تنوع يعني خاصة للعائلات والفعاليات، خاصة إن قطر وجهة سياحية عائلية. So we have 100 Years of Wonder here today. We're opening tonight and we're really excited because it's been quite a while since we've been to Qatar. So very, very excited to have our shows tonight. And you can see some of the costumes that we're going to wear in the show later today. Not all of them, but just a sneak peek for what you'll see tonight all the way up until Saturday. We've had, Disney on Ice has had multiple shows in Qatar. This is the first time that 100 Years of Wonder has been here. So it's a brand new show for everyone to see this week. This show is wonderful because we've got so many different stories. So we've got some of your more classic stories like Cinderella, Sleeping Beauty, but we've got these more contemporary stories that are kind of new to the public. So Miguel from Coco, we've got the two Frozen sisters, we've got Moana. So there's really something for everybody. You make me un poco loco, un poquitito loco. The way you keep me guessing, I'm nodding and I'm yesing. I'll count it as a blessing that I'm only un poco loco. So we've been here for a week already, rehearsing, trying to get everything ready. It's a lot of work to maintain such a show, but it's so, so wonderful to see all the audiences enjoying our performance. So it's always worth it. This is the first time that I've visited here, and it's been quite a while, I know, since the show has also been here. It's been a really wonderful experience, and to try a different food and to just see how the different culture is and the nightlife. I love how everyone is so, it's, everything is so vibrant at night and everyone's so out, you know, outdoors and stuff. I really enjoy it. One jump, head bread line, one swing, head sword. I steal only what I can't afford. That's everything. One jump, head of the lawman. That's all, and that's no joke. These guys don't appreciate I'm broke. عبد الرحمن بن نايف الثاني. آمنة ثاني. ليا. اليوم بدنا نحضر عرض ديزني، كتير متحمسة أشوفه لأنه الأغاني في كتير أشياء أغاني حلوة. جاية طالع مسرح ديزني أون آيس في قطر في اللوسيل. في عرض اليوم أحب شخصية سنو وايت وأنا وألسا، وأحب بعد ميكي ماوس وأحب ميني ماوس.
أكتر شخصية بحبها هي فروزن. في أولاف وفي شنو وايت في ألسا كلها حبها. عودة لكم مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا هذا التقرير المميز لعروض ديزني على الجليد، واليوم نشوف خلال فترة الصيف الفعاليات المنوعة لجميع الفئات العمرية سواء كانت للأطفال الصغار أو حتى للعائلات وأيضا للشباب والفتيات، ففعاليات جدا مميزة اليوم الواحد يقدر أنه يحضرها ويشوفها ويستمتع فيها خلال فترة الصيف. يمكن خلال فترة الصيف زميلتي حنين تكلمنا أمس عن العناية بالبشرة والاهتمام فيها. أكيد قبل ما نتكلم عن العناية بالبشرة، أمانة أنا أثناء خلال مشاهدتي لهذا التقرير أنا مستمتعة بهذه المشاهد، وشفت الطفلة وتقول أنا أحب سنو وايت، أنا أحب ألسا، أنا أحب هذه الشخصيات. يعني فعلا الفعاليات اللي قاعد نشوفها ونشهدها في قطر تلائم جميع الأفراد، الأباء الأمهات، يعني إحنا تربينا على هذه الشخصيات. من ما يحب ديزني فعلا من يعني الواحد يروح يستمتع بالأجواء الجميلة، هو وعياله يستمتعون بالعروض بالأجواء الرائعة اللي نشهدها. نفس ما قلنا في البداية احنا كنا يمكن نسافر ونتعنى ونروح علشان نشوف هذه الشخصيات، نشوف هذه الفعاليات، نشوف هذه العروض. اليوم كل شيء متوفر، فخلال فترة الصيف وما زلنا وقاعد نشهد أحداث وفعاليات مستمرة، بالإضافة إلى المراكز، بالإضافة إلى الورش، إلى التدريبات. يعني اللي يجي قطر واللي عايش في قطر يستمتع بكافة الأحداث اللي موجودة. يعني تقدر تشوف إذا كنت تحب الفن والفنون والإبداع بتحصل، إذا كنت تحب الرياضة والنشاط والنشاطات بتحصل، فكل شيء موجود عندنا. ما عليكم إلا أنتم يكون عندكم خطة وبحث واطلاع، سواء من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال أكيد برنامجنا. دائما حريصين أن نوريكم كل الأحداث اللي تصير في دولة قطر. الحين نقدر نرجع إلى موضوعك المهم اللي هو العناية والاهتمام. فعلا إحنا أمس تكلمنا مع الدكتورة عن آلية الاهتمام والعناية بالبشرة خلال فترة الصيف مع وجود النشاطات البحرية، مع تغير الأجواء، مع يمكن قلنا بالأمس المظاهر والظواهر اللي إحنا قاعد نشهدها من عرق من حرارة، فهناك آليات ونصائح لازم الواحد يتبعها. أكيد اليوم خلال هذه الفترة، الفترة الصيف والأجواء الحارة، يمكن يصير بعض الشوائب وبعض الجلد مثلا من اللي يحتاج التقشير، هذه الامور كلها من خلال فتره الصيف والامور اللي نمر عليها في هذه الفتره، فهناك نصائح مهمه جدا ممكن الواحد يطلع عليها وياخذ الحيطه والحذر فيها بحيث انه يستخدمها كروتين يومي خلال الفتره القادمه. من اهم هذه النصائح الواحد لازم يسويها خلال هذه الفتره انه يحاول مثل ما ذكرنا امس في الحلقه لازم التحنين انه هو يرطب البشره خلال هذه الفتره. فهناك نصائح مهمه جدا الواحد لازم انه هو يتبعها. النصيحه الاولى نتكلم عنها شرب الكثير من الماء، اي ما لا يقل عن 7 الى 8 اكواب من الماء يوميا. 2 استخدام باقي الشمس. 3 اتباع نظام غذائي صحي. 4 استخدم التونر المناسب لبشرتك. 5 استخدام كريمات مرطبه للبشره للوقايه من التعرض للجفاف. واخيرا التقليل من استخدام مستحضرات تجميل. نعم، احنا مستمرين قاعد نشوف مجموعه من الخطوات التي يجب القيام بها لحمايه الجلد، انت ذكرت مجموعه منها، وما زلنا مستمرين مع الساده المشاهدين نشوف مجموعه اخرى من النصائح. اكيد في كثير من الاشخاص حريصين وعندهم اطلاع بشكل مستمر، ودائما نرجع ونقول لازم يكون هناك شخص وطبيب مختص لتقييم الحاله. لا ما يصير والله أنا شفت شخص مشهور أو أي شخص حتى من أفراد العائلة استخدم أي منتج كان إن أنا بسوي نفسه أو بستخدم نفسه. طبيعة البشرة تختلف من شخص إلى آخر، بالإضافة إحنا نرجع ونقول إن مع وجود الطب الحديث والتطور الملحوظ الواحد لازم كذلك يستخدم ويستعين بالعيادات الطبية. ما لنا غنى عن العناية المنزلية ولا العناية الطبية من خلال الأشخاص المختصين لمتابعة الحالة أول بأول. في مجموعة من الفيتامينات والعناصر الواحد لازم يكون يستخدمها بشكل مستمر. عندك فيتامين إي، عندك فيتامين الواحد يشوف الفيتامينات اللي ناقصته، يمكن يستخدم سيروم أو قطرات أو دروبس للعناية المستمرة بالمنزل. نرجع ونقول حتى أثناء استضافتنا للدكاترة والأشخاص المختصين ونعطيكم المعلومات العامة لازم يكون هناك طبيب مختص يتابع حالة الفرد ويعطي التقييم الصحيح لحالته وشنو الروتين وشنو العلاج اللي لازم يستخدمه. ناخذ فاصل وبعدها نكمل التواصل.
لكل من انضم إلى متابعتنا حياكم الله مشاهدينا، وأكيد مستمرين معكم في برنامج في الضحى وفقراتنا العديدة والمتنوعة. خلونا ننتقل ونهتم بجانب الفتيات وبهدف تكوين جيل مميز من الفتيات لمواكبة المستقبل، فضلاً عن إمدادهم بالمهارات القيادية. يواصل مركز فتيات الخور التابع لوزارة الثقافة تنظيم فعالياته الصيفية المتنوعة لجذب أكبر عدد من الفتيات للمشاركة والإبداع. رح نتحدث عن هذا الموضوع، عن أنشطة وفعاليات المركز في الصيف الحالي. معنا عبر الهاتف الأستاذة جنى المريخي، المدير التنفيذي لمركز فتيات الخور. حياك الله معنا وسعيدين بوجودك. يعني احنا راح نسلط الضوء اليوم بشكل أكبر عن المركز وعن الفتيات تحديدا. حياك الله أختي، صباح الخير. وأنا أول شيء أهني الجميع بالإجازة الصيفية لهذا العام، ونتمنى من إن شاء الله أنها تكون إجازة سعيدة وآمنة للجميع بإذن الله. حياك الله معنا أستاذة جنى. في البداية نتكلم عن الأنشطة الصيفية في المراكز التي بدأت بالفعل برامجها وفي أندية بصدد إقامتها وانطلاقتها، فتكلم عن مركز فتيات الخور، متى موعد انطلاق فعالياتكم إن شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله إن شاء الله في 10/7 راح تكون بداية أنشطتنا الصيفية هذا العام، وإن شاء الله راح تكون متنوعة وأنشطة شاملة تناسب الأجواء الصيفية بإذن الله. نعم، ما هو عدد الفتيات المتوقع مشاركتهم خلال هذا الصيف؟ والله العدد تقريبا يعني ما بين 300 حوالي 300 يعني شامل الأنشطة في الصيف، 300 إلى 400. ممتاز. والأعمار؟ الأعمار الحمد لله في الصيف إحنا نشمل الأنشطة تشمل جميع الأعمار اللي هو السن الصغير والسن الشبابي. طبعا إحنا عندنا السن مستهدف اللي هو السن الشبابي من 15 إلى 39، لكن عندنا الصيف بالذات يكون فيه استثناء بحيث إن إحنا نسوي أنشطة تشمل السن الصغير من 7 سنوات إلى 12 سنة. ممتاز. اليوم أنتم كمركز فتيات الخور تحاولون تقدمون حزمة من الفعاليات والأنشطة لجميع الفئات المشاركة في المجتمع، واليوم في خطة أكيد أنتم واضعينها بموافقة من وزارة الرياضة والشباب بالتأكيد اليوم لملائمة هذه البرامج والوصول بأهداف ومخرجات تفيد المجتمع القطري وكل المقيمين والمواطنين، فتكلم عن خطتكم التي وضعتموها لهذه الفترة. إن شاء الله. بالضبط احنا هالصيف هذه كان عندنا خطة حطيناها تحت عنوان صيفنا استثمار. الهدف من هذه الخطة ان احنا نركز على انشطة ما يكون الهدف منها مجرد شغل وقت الفراغ، وانما راح يكون الهدف منها استثمار الوقت بما يفيد في الحياة ومهارات حياتية ومجالات استثمار اقتصادية، بس تكون كلها في طابع خفيف، نقدم طابع خفيف ومرح ونوع من المسابقات. نعم. فإحنا الخطة تحت أيوه. لا تفضلي، لأن قاعدين نشوف مجموعة من اللقطات أثناء حديثك، كذلك إذا ممكن أستاذة جنعة تشوفينها وتعلقين عليها عن مجموعة من الورش والنشاطات اللي أنتم قاعدة تقدمونها. للأسف ما مفتح التلفزيون عشان ما أسوي عندكم مشكلة. تمام، مو مشكلة. عيل إحنا قاعدين نشوف مجموعة من النشاطات والفعاليات. لو نتكلم عن برنامج فن ومرح. فعندنا إحنا من ضمن صيفنا استثمار فيه اللي هو برنامج فن ومرح. احنا عدلنا المسمى الى الملتقى الصيفي، عدلنا المسمى لانه هذا البرنامج راح يشمل جميع الاعمار، يعني الامهات مع البنات من 6 سنوات الى 39 سنه. راح يكون عباره عن برنامج متعدد الاركان، كل ركن يقدم نشاط معين لفئه عمريه محدده، وهذه الأركان كلها راح تكون من تقديم منتسبات المركز وبإشرافهم وقيادتهم للأنشطة الصيفية في هذا العام. وهذه هو الجديد عندنا هذا الصيف بالنسبة حق برنامج صيفنا استثمار، إن إحنا استثمرنا الفتيات المنتسبات عندنا هذه السنة بحيث هم راح يكونون قادة البرنامج الصيفي، قادة الورش، هم راح يديرون الورش ويقدمونها، وأيضا راح يديرون المركز كورش خلال هذه الفترة الصيفية. ممتاز. اليوم أيضا نتكلم عن أهداف وزارة الرياضة والشباب أنهم تأهيل كادر من الفتيات، أنهم بحيث أنهم في المستقبل هم يكونوا هم القادة وهم المدربين مثل ما ذكرتي في هذا الحديث. واليوم صيفنا استثمار كمسمى يعني اسم مميز جدا، اليوم احنا شلون نستثمر هذه الإجازة الصيفية بما يعود على الشباب والفتيات بالمنفعة والفائدة بطابع من المتعة والمهارة أيضا. اليوم نتكلم عن
الجوانب اللي تكلمت عنها والمهارات، لكن وين اليوم الترفيه والمسابقات الرياضية في هذا النشاط؟ نعم، راح يكون عندنا برنامجين يعني وكلهم لها طابع مرح وخفيف، حتى من ضمنها برنامج احنا سميناه حصالتي. هذا البرنامج راح يكون للأطفال، هو احنا دخلنا موضوع الاستثمار في الفترة الأخيرة، موضوع الادخار كمفهوم في الفترة الأخيرة دخلناه في المركز في الأنشطة، فمن ضمنها الموضوع اللي هو حصالتي راح يكون للأطفال الصغار. هذه راح يكون في نوع من المرح، في نفس الوقت راح نبين حق الأطفال البنات الصغار مفهوم إيش يعني الادخار، وإيش ممكن تسوين عن طريق الادخار، وإيش ممكن يعني أنت تشترين. فبيكون نوع من المرح، وفي نفس الوقت إحنا نبين لهم إيش يعني هاي فوائد الاستثمار والحصالة والمفاهيم هذه. عندنا برنامج ثاني إذا سمحت لتابع، يعني عندنا من أنشطة ترفيهية بالإضافة إلى المستقى الصيفي، عندنا عندنا بالإضافة إلى فن ومرح عندنا البرنامج اللي هو بيكون إن شاء الله لحظة دقيقة تعلم واستمتع مع شخص، برنامج تعلم واستمتع. هذا البرنامج أيضا موجه للسن الصغيرة، هذه راح يكون فيه نوع من المسابقات، يعني شلون البنت تعلمها المهارات الحياتية، وفي نفس الوقت راح يكون بنوع من الاستمتاع والمسابقات والترفيه أثناء البرنامج نفسه، بحيث أن البنات ما يحسون بالملل والروتين. في بعض البرامج اللي هي إذا ممكن أعددها، في برنامج للشباب البنات يعني فتيات اسمه الكريكات. الكريكات هاي معروفة حاليا، هي عبارة عن آلة عن طريقها يتم صنع البوسترات، عن طريقها يتم صنع الاستيكرات، الأثاث، تزيين الأثاث في البيت، وهي صارت مشهورة جدا، وإحنا يعني نشتري الأشياء اللي هي تنتجها الآلة، في نفس الوقت هي اقتصادية. فإحنا في أثناء الصيف هذه قررنا أن إحنا نبين حق البنات هذه الآلة وشلون هما ممكن يستخدمونها، إنهم يطلعون منها فن حق بيتهم، حق شخص يعني حق الأغراض الشخصية لها، بدل ما هي تروح تشتري هالأشياء راح يكون عندها موجود في البيت، ويعني استخدامها سهل جدا واقتصادي جدا، وأنها ممكن تستخدمها يعني اقتصاديا بحق نفسها تحقيق عائد مادي. هاي من ضمن الورش اللي احنا أضفناها للورش الصيفية هذه السنة. يعطيك ألف عافية، يعني ما شاء الله. أنا أول شيء سعيدة أن أنت حريصة كل الحرص أن أنت تذكرين كافة البرامج الموجودة عندكم. هل هناك المزيد من البرامج؟ اي طبعا، عندنا يعني في برامج احنا عندنا مثلا راح نحتفل باليوم الدولي للشباب خلال الصيف، راح يكون 8، وهي سنويا يعني احنا نحتفل بهذا اليوم الدولي بان احنا نقدم شيء مميز للفتيات. بهذه المناسبه نحاول نشرك شباب غير قطري، يعني بنات غير قطريات، لانه يعتبر يوم دولي للشباب، فتكون في فرصه ان احنا نشارك الجاليات معانا في هذه الانشطه، نتعرف على بعض القدرات اللي عندنا منهم في المجتمع، ما انهم موجودين معنا خلال مجتمعنا الخور. فيعني هذه من ضمن الانشطه ان شاء الله، طبعا في انشطه اكثر منها، لكن هذه بعض الاشياء اللي انا حبيت اركز عليها كثقافه وكاستثمار اثناء الصيف. فان شاء الله راح تكون موجوده من ضمنها، يعني مثلا تعلم واستمتع، في منها في خلال النشاط هذه راح يكون من ضمن الرياضة، يعني أنا أذكر كاسم، هو طبعاً في نشاط مثلاً فني وأشياء، لكن في رياضة راح تكون في مسابقات رياضية حق الفتيات، يعني حاولنا أن تكون الأنشطة هالمرة يعني واسعة كسن، يعني تكون فيها مشاركة بين الأمهات مثلاً البنات، بين الأخوات في سن مختلف، على أساس أنهم يقدرون يجون مع بعض في الصيف، لأن هاي كانت يعني الملاحظة احنا لاحظناها بالسنوات السابقة، ان البنات مثلا الصغار تبي مثلا الاخت الكبيرة تكون معاها، هذه الاخت مثلا ما يناسبها هاي الورشة، فكان الموضوع شوي يسبب عائق حق مشاركتهم. فالسنة دخلنا الانشطة اللي هي فيها سن مختلف، انكم ممكن البنت تجي معاها، يعني الام تشارك في نشاط والبنت في نشاط، الاخت تشارك في نشاط، اخت الصغير تكون موجود معها في القاعة وشاركة في نشاط ثاني. فكان هاي احنا حسينا ان الموضوع دي كان ممتع، يعني ممتع حق البنات وايد في السنوات السابقه،
فعشان شي شوية تكسرنا منها هاي الصيف، وإن شاء الله يا رب يكون يعجبهم ويعني يقبلون على الحضور إن شاء الله. بإذن الله. اليوم جهود مشكورة تقومون فيها من خلال مشاركة جميع أفراد الأسرة، اليوم الطفلة وأختها الكبيرة أو أمها كذلك نتشارك معها في جميع الفعاليات. لكن أيضا نتكلم عن البرنامج بشكل عام وأهم الجهات المتعاونة معكم في خلال هذا النشاط. نعم صحيح، أنا يعني أوجه الشكر حق معنا السنة نادي الخور الرياضي كالتعاون معنا في يعني أغلب الأنشطة، راح يكون معنا نادي الخور الرياضي، اللجنة الثقافية بالنادي، معنا جمعية قطر الخيرية كجهة متعاونة دائمة معنا في أنشطتنا، وبعدين عندنا مركز شباب الخير بعد ما نسوهم، يعني لهم جهود معنا ومشكورين جدا على تقديم دائما المكان والقاعات عشان نمارس فيه أنشطتنا. فهالجهات الثلاث طبعا خلال الصيف راح تكون هاي الجهات الثلاث معنا، نادي الخور الرياضي، جمعية قطر الخيرية، ومركز شباب الذخيرة بإذن الله. نعم أستاذة جنى المريخي المدير التنفيذي لمركز فتيات الخور، شكرتي كل هذه الجهات، وإحنا كذلك نشكر جهودكم المبذولة وحرصكم كل الحرص على يكون هناك متابعة بشكل مستمر على الأحداث والنشاطات ومشاركة لأولياء الأمور وللجهات. يعطيك العافية سعدين بهذه المداخلة اللي أنت كنتي حريصة فعلا كل الحرص أن يكون هناك اطلاع على كافة البرامج اللي أنتم تقدمونها من خلال الاهتمامات بالنشاطات الثقافية الأخلاقية التعليمية والمسابقات الفكرية. نقدر نقول فعلا مركز فتيات الخور دائما مبدعين متميزين حريصين كل الحرص على أنهم يقدمون كل ما هو جديد وكل ما هو مميز، نشاطات صيفية عديدة وكثيرة تنظمها الدولة بشكل مستمر. حتى لو الدولة قاعدة تقدم هذه النشاطات والفعاليات أكيد هناك متابعة دراية وجود أشخاص مختصين تخلون عيالكم عندهم وأنتم أمنين واثقين كل الثقة أن هناك أمن واهتمام ومتابعة، ولكن لا بد أن يكون هناك كذلك اهتمام ومتابعة من قبل أولياء الأمر نفسهم. في كثير الحين يعني لو يتجهون إلى المنتجعات إلى فترة الصيف، يعني أكثر الأهالي يحبون مثلا يتجهون إلى البرشا يسبحون يلعبون يستانسون، فهناك أكيد لازم إجراءات لحماية الطفل ووقايته من أن يقع أي خطر لا سمح الله، فالواحد إنه يتجنبه. غير طبعا احنا تكلمنا عن العناية والاهتمام بالبشرة حتى للأطفال من خلال الواقي الشمسي، من خلال بعض وجود الأغذية إنه ما يصير هناك جفاف، شرب الماء، شرب العصائر، بالإضافة هناك وقاية للأطفال من خلال إجراءات الأمن والسلامة في طبعا هذه اللي نقدر نقول اللي يسوون احيانا برك سباحه في بيوتهم او حتى زيارتهم للمنتجعات السياحيه. اكيد. فنشوف معكم سيدنا الكرام هذا التقرير عن برك السباحه وطرق الوقايه، ولنا عوده ان شاء الله. السباحة من الرياضات المحببة عند الأطفال وخاصة في فصل الصيف، فهي تعد نشاطاً بدنياً وترفيهياً، إلا أنها قد تعرض حياة الأطفال لخطر الغرق في غفلة من الأهالي خلال ثوان معدودة. لذلك من الضروري أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع بعض الإرشادات للاستمتاع بوقت رائع وتجنب الإصابات، فإليكم بعض النصائح. لا تترك أطفالك أبداً دون رقابة، وخاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات، فهؤلاء يجب أن تكون مراقبتهم من قبل آبائهم طوال الوقت. إذا كانت برك السباحة في الهواء الطلق فيجب مراقبة درجة الحرارة والتأكد من عدم ارتفاعها، وذلك تجنباً لتعرض الطفل لخطر الإصابة بضربة الشمس. كما يستحب وضع قبعة على رأسه والحرص على استخدام واقي الشمس مع تجديده كل 3 ساعات لكي لا يتعرض للحروق الشمسية. يجب على جميع الأطفال الأكبر من 4 سنوات إكمال دروس وتمارين السباحة كاملة تحت إشراف مدرب محترف حفاظاً على سلامتهم. لا تدع طفلك يمضغ العلكة أو يأكل في الماء حتى لا يشعر بالاختناق. عدم الجري والتدافع لتجنب الانزلاق. عدم القفز في ماء مسبح بعمق أقل من 9 أقدام. استخدام وسائل السلامة المناسبة مثل العوامات وأحزمة النفخ والأكمام المائية وألواح السباحة المناسبة لعمره.
الابتعاد عن الماء العميق ليتمكنوا من التحكم في حركتهم بسهولة. وأخيراً على الآباء تعلم كيفية الإنعاش القلبي الرئوي والاحتفاظ بمجموعة أدوات الإسعافات الأولية وأرقام الطوارئ. نتمنى لكم إجازة صيفية ممتعة وآمنة. عودة لكم مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا هذا التقرير، وأكيد إن شاء الله نتمنى إجازة صيفية ممتعة للجميع. ونصيحتنا لأولياء الأمور اليوم مثل ما ذكرنا بداية الحلقة والمقولة المميزة: أبنائك زرعك الذي سوف تحصده مستقبلا، فأحسن الزرع تحصد خيرا. بهذا نكون صلنا معكم لختام هذه الحلقة، أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا فيها. موعدنا يجدد معكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد. يا مهلا.